بحضراتكم من جديد كباتن كبار كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن عادل طعيمه وكابتن الكبير كابتن ماهر همام ضيوف الاهلي الليله منورين الدنيا يا كابتن. منور بالتيشيرت الاحمر. واهلا بيك. اهلا بيك. وكل سنه وحضرتك طيب في الدوري ال 41. الاهلاويه وانت والاداره والجمهور والجهاز الفني وكل الناس كل سنه طيبين والف مبروك. الف مبروك. منور الدنيا كابتن. مبروك يا ميدو مبروك. عامل ايه؟ التيشيرت حاجه جامده قوي. اه كابتن ماهر برضه اللون الاحمر ده عامل شغل. مرعب. مبروك عليك يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبي. دوري 41 واكيد يعني فرحه كبيره جدا. جدا مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي مجلس ادارته اللاعبين الجهاز الفني حتى شهداء النادي الاهلي بنقول لهم الف أكيد. مبروك لان هم كمان ليهم ضلع كبير جدا في مكاسب النادي الاهلي هذا العام. اكيد احنا لما بنقول جمهورنا اكيد بيبقى داخل فيه الشهداء يعني احنا معانا وعايشين معانا والف مبروك تاني للدوري 41 واكيد طبعا انطباعك بقى عن الدوري 41 واحساسك ولما كسبنا الماتش قول لي كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هذا موسم استثنائي زي ما بيتقال يعني فالموسم الاستثنائي ده كان على النادي الاهلي فقط. جميل. مش على بقيه الانديه. كان استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي من مطبات من معوقات من ملعب من من اصابات من تغيير مدربين من انت مش عارف ملعبك من تلاحم ومباريات تتابع مباريات من عدوك. ومع ذلك اقسم لك بالله انا بقسم بالله ان احنا اللي بيتربي في النادي الاهلي وعايش بين جدرانه عارفين ان احنا هناخد الدوري هناخد الدوري أكيد. واحنا في المركز ال 13 واحيانا كنا في المركز الاخير في ال 18 صحيح كان في يبقى فاضل مباريات لكن اعتقد كنا في المركز 13 في يناير كنا في المركز السادس. اللي عاش جوه النادي يعرف ان النادي ده ربنا لا يمكن يغزله لانك انت التجارب دي مش من فراغ انك انت قبل كده 13 بونت و8 بونت و7 بونت ويبقى متفوقين عليك ومع ذلك رجالتنا وادارتنا المتعاقبات على طول جواك الثقه والاطمئنان ان انت هتحصل على البطوله ديت سواء محليه او افريقيه. دي حقيقه. احنا الشك ما دخلش في قلوبنا ولحد اخر لحظه عارفين ان النادي الاهلي هيتوج وهيتوج قبل الماتش النهائي. ويمكن احنا قلنا الماتش اللي فات احنا قلت هنكسب ثلاثه. انا قلت مع اسلام الشاطر هنكسب ثلاثه. مش علمي بالغيب. ما تكلمش على الغيب ولا مثلا لا اكيد خد يعني حضرتك خبرات نواحي كبيره جدا نواحي فنيه انت اكيد اتقل واقوى والدوافع اللي عندك النادي الاهلي لا ينكسر لا ينكسر مهما حصل لا يمكن العصب القوي الفانيله اللي انت لابسها دي الدم اغلى حاجه في الدنيا الدم ده اللي يبص للون الاحمر ده لابد انه يشعر بالشجاعه وبالفخر كلنا لازم كأهلاوية نفتخر هذا الموسم ان الدوري دخل عرين النادي الاهلي وان شاء الله ما حدش هيقوم ناحيته باذن الله ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني اخد من كلام الكابتن عادل يا كابتن ماهر ان هو دوري استثنائي للنادي الاهلي فقط وان الاهلي ما بيعرفش حاجه اسمها مستحيل وان شاء الله مش هيكرر الاستثنائي ده يا رب لانه تعبنا بصراحه يا رب والله يا ميدو بصراحه يعني الدوري ال 41 ده كابتن عادل في منتهى الصعوبه يعني دوري اعجاز وانجاز في نفس الوقت بصراحه اذا كان من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه. الناحيه الاداريه بنحيي طبعا مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضائه ان هم قدروا في خلال المرحله الانتقاليه الشتويه ان هم يقدروا يستخدموا لنا 6 لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري العام والسته دول يا ميدو يمكن كان دم جديد بالنسبه لنا وعملوا لنا مرحله انتقاليه بشكل كبير يعني الشحات وجيرالدو ومحمد محمود وياسر ابراهيم ورمضان صبحي ابن النادي طبعا وياسر فتحي وسط ملعب من اللعيبه المميزه اللي احنا اخترناهم من انبي ومن خلال المرحله ديت النادي الاهلي بدا يتنقل من الدور الثاني لو نلاحظ كده وهنرجع هنلاقي يا كابتن عادل احنا بدانا الاخير ودي عمرها ما حصلت في الجدول وبعدين بدانا نخش في ال 18 مركز ال 18 وبعدين مركز ال 16 ال 14 ال 15 وبعد كده الدور الثاني الناس كلها حاسه ان النادي الاهلي جاي ان الاهلي جاي ان الاهلي بدا يكسب مبارياته المؤجله وبدا يحط ايده بقى على البطوله المفضله بالنسبه له فعايز اقول لك ان الاصابات بقى اللي لحقت الفريق وضربت الفريق اكثر من 12 اصابه
وكلهم كانوا من اللعيبه الاساسيه اللي هم المؤثرين في خطوط النادي الاهلي، ما كانوش موجودين في معظم المباريات الحرجه، لكن عايز اقول لك ان الدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي ولون الفانيلا الحمراء وشخصيه البطل قدرنا ان احنا يعني نكسب دوري. انا شايفه عايز اقول لك ان انا وانا لاعب مريت بنفس الظروف، بس ما كانتش بالظروف الصعبه دي، وانا مدرب كمان مع النادي الاهلي 95 2000 مريت بنفس الظروف بس ما كانتش بالظروف الصعبه دي. المره دي الدوري ال 41 ده في منتهى الصعوبه بصراحه، واذا كان بيدل فبيدل ان المؤسسه دي مؤسسه كبيره، دي حقيقه، مؤسسة فعلا محتاجه تدرس زي ما بيقولوا، يعني مؤسسه تعليميه رياضيه كل الناس تستفاد منها. يعني المؤسسه كابتن عادل واللي انا كنت بتكلم فيه قبل ما حضراتكم تشرفوني، كيف تعاملنا مع الازمات وازاي ان انتصرنا للحق، انتصرنا للمبادئ، انتصرنا للقيم، انتصرنا للادب بصرف النظر عن الكوره. هقول لك حاجه فنيه، في تفاصيل يعني. هقول لك حاجه فنيه، انت في النادي المنافس واخد كونفدراليه وبيمشي المدرب بتاعه، تمام. النادي الاهلي مغلوب 6 من سان داونز ما غيرش المدرب، 5 مش الاولى مين اللي يمشي؟ مش المغلوب 5 ولا اللي واخد الكونفدراليه؟ وبالتالي هنا بقى الثقه للعيبه من خلال الثقه في الجهاز الفني، وده مبدا جميل في النادي الاهلي من يوم ما اتبنى. جميل. الحاجه الثانيه انك انت وانت ماشي في الشارع ليك قصه، اول ما تخش الباب بتاع النادي في الجزيره بتحس انك انت انسان ثاني خالص، مبادئ ثانيه وقيم ثانيه والاحترام والاتقان العمل والثقه والتفاني في العمل والاخوه والترابط والعيله، كل ده مجرد انت ما دخلت الباب ده بتشعر بده، وانت اعتقد ان انت طبعا حسيت بده طبعا. وبالتالي المؤسسه دي على مدى 100 وشويه سنه الناس اللي عملت النادي ده عملته مش بنى، ده روح يعني، بقول لك روح الفانيلا الحمراء، الروح دي اللي جواه مش مباني او ملعب لا، ده حاجه تانية خالص ما يحسهاش الا اللبس الشعار ده. وبالتالي المؤسسه دي ما فيش صغير وكبير، في احترام للجميع وفي اتقان عمل، وزي ما بيتقال دايما في النادي الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع، فوق جميع ابنائه بالظبط، مش فوق الناس اللي بياخدوا الامور حاجه تانية يعني. وبالتالي المؤسسه دي كلنا لازم نفخر، انا كاهلاوي، انا كجمهور، وكأي حد في الشارع بينتمي لهذا النادي لازم يفخر ان فيه مؤسسه محترمه بتراعيه، ما بتاخدش برايه صحيح يعني. النادي الاهلي عمر مجلس الاداره ما بيمشي ورا راي الجماهير، لا، مجلس الاداره اتعمل علشان يدير، والجمهور ليه دور ان هو بيقف ورا لعيبته ويقف ورا ناديه، وادارته لا يمكن هتخذله، لا يمكن هتخذله، ليه؟ على مدى التاريخ كله عمر ما الاداره خذلت جماهير. كلام جميل جدا. مزبوط. واحنا لو قعدنا نتكلم عن الاداره والدعم على مدى السنوات اللي فاتت زي ما قال كابتن عادل، مش يعني ممكن عايزين سنين نتكلم على الدعم الاداري اللي بيحققه النادي الاهلي لفرقته في كل حاجه بصراحه. هي دي المؤسسه زي ما كابتن عادل قال، بتتورث جيل بعد جيل، يعني مجالس الاداره اللي بنوا المبادئ ديت تورثوا روح الفانيلا الحمراء، مبادئ النادي الاهلي، اولاد النادي الاهلي، انجازات النادي الاهلي. فالنهارده كابتن محمود الخطيب بيقود المؤسسه وهو لاعب عايش هذه الاجواء واداري للفريق الاول، ثم عضو مجلس اداره، ثم نائب الرئيس، ثم امين الصندوق، ثم رئيس النادي. فبيبقى في حس يا ميدو، احساسك انت كرئيس نادي وكلاعب بتستشعر بقى ايه الاهلي عايز ايه والاهلي رايح لفين. فانا شايف ان الفتره دي الكابتن محمود ومجلس ادارته عندهم يعني حاطين ايديهم بشكل كبير جدا على انطلاق النادي الاهلي من خلال بطوله الدوري هذا العام. مشاكل كثيره جدا قابلت النادي الاهلي العام الماضي، ويمكن اكثرها واخطرها اصابات النجوم الكبار اللي هم اكثر من 12 لاعب،
واحنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا لان النجوم دول مؤثرين بشكل جيد، لكن البركه بقى في الروح القتاليه والجدعنه اللي باقي النجوم اذا كانوا اللي اضافوا او النجوم اللي كانت موجوده بشكل جيد، روح الفانيلا وروح النادي الاهلي واصرار اللاعبين ان هم يحققوا بطوله الدوري رقم 41 وعلى راسهم حسام عاشور. وهنا كابتن عادل، حسام من اللعيبه اللي سبقت عصرها زي ما بقول، يعني كابتن من ضمن الكباتن اللي عاشت اكتر من 12 13 15 سنه بطوله الدوري العام كابن من ابناء النادي الاهلي، وخد منهم 12 وكان ليه دور كبير جدا جدا في المرحله الانتقاليه الاخيره، ان هو كقائد قدر يلم اللعيبه وقدر يعرفهم ان احنا الفتره الجايه ايه الاهداف اللي احنا بنسعى عليها، ضم الدم الجديد مع اللعيبه اللي موجوده، عمل بصراحه يعني توليفه بشكل كبير جدا حسيناها في كل مباراه. يعني الدور الثاني تحس ان لعيبه النادي الاهلي عينها على الدرع، عينها على الانتصار، عينها على المكسب، عينها انها تحط رجليها على الجدول، واحنا عارفين ان الاهلي لما بيركب الجدول خلاص الامور بتبقى في منتهى الصعوبه بشكل كبير. فانا عايز احيي كمان اللعيبه لان هم عاشوا اجواء في منتهى الصعوبه بصراحه، يعني اذا كان حسام عاشور او شريف كرامي من ضمن الناس بردك اللي تحمل المسؤوليه، احمد فتحي من ضمن الناس اللي تحملت المسؤوليه، وليد سليمان وشوفنا وليد يعني في عز اصابته وبيحاول ان هو يشترك ويؤدي بشكل جيد. فانا عايز اقول ان الخبره اللي كانت ممثله في هؤلاء اللاعبين اثرت بشكل كبير جدا مع بقيه العناصر، والمسانده الفاعليه من مجلس اداره النادي الاهلي، وتحس كده ميدو ان مش قلقانين، عارفين ان المجلس رايح فين ومشواره فين وتحقيقه للهدف يوصله ازاي. الجهاز الفني زي ما كابتن عادل قال ان احنا النادي الاهلي طول عمره في حاله الاخفاقات ما بيمشيش، ده بالعكس النادي الاهلي بيدي ثقه اكتر والحساب في نهايه الموسم، وطول عمرنا كده. يعني زي ما قلت لك انا عشت الاجواء ديت وانا لاعب، ان احنا فقدنا حوالي يمكن 8 9 نقاط بينه وبين نادي الزمالك، والدور الثاني قدرنا نعوض. وانا مدرب عشت مع كابتن ثابت البطل الله يرحمه، افتكر كابتن عادل بدايه الدور الثاني الزمالك فايت ب 13 بونت سنه 95 96، وطلع كابتن ثابت البطل قال الدوري في الملعب. يعني حتى كمان الراجل اللي كان هولمان المدرب الالماني فوجئ قوي يعني بكلام ثابت، يعني زي ما مستر لاسارتي كان متفاجئ بكلام سيد عبد الحفيظ بالظبط. فانا عايز اقول لك ان الحاجات ديت احنا عشناها وتورثناها، النهارده سيد برضك عاش هذه الاجواء، وتحس ان ثابت سيد كان عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا وهو بيتكلم ان احنا المهم النهايه، العبره في النهايه، المهم في اخر مباراه اخر صفاره الحكم، وهي ديت زي ما قلت لك احساس النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ان البطوله ان شاء الله هنوصل لها، واحنا عارفين نوصل لها ازاي. فتحيه خاصه كمان للجهاز الفني والجهاز الاداري ممثله في سيد عبد الحفيظ. يعني يا كابتن عادل، فرق النقاط احنا متعودين ان احنا بنبقى متاخرين، وزي ما حضرتك قلت الكابتن ماهر قال، وبنرجع تاني بناخد المركز الاول او بناخد الدوري، مش دي كانت القصه، واكيد الاصابات برضو متعودين عليها ونقص اللعيبه متعودين عليه. لكن الجديد اللي يدرس السنه دي بصراحه، واللي احنا كلنا كاهلاويه فرحانين بيه قوي وفخورين بيه جدا، ان تحس كان اللي كل متكاتل عليك وكل عايز يعمل فتنه في قلب النادي الاهلي حتى بين الاهلي وجمهوره، وانت اتعاملت مع الازمات بمنتهى النضوج ومنتهى الاحترام ومنتهى الادب وبشكلك الطبيعي قدام جماهيرك واحترامك لنفسك في المقام الاول والاخير، بتكلم كمجلس اداره، احترامك لجمهورك، احترامك لشعار النادي، احترامك للكيان الكبير، اتعاملت مع كل ده وربنا كرمك في الاخر احسن كرم. حتى حسين الشحات اللي الدنيا كانت كلها بتتكلم عليه ده فلوس ده فلوس فلوس، ربنا كرمه برده في الاخر وجاب جولين كسبوا النادي الاهلي الدوري العام. هل هي يعني صدفه ولا هي فعلا انت اتقيت ربنا في شغلك وسكت واستحملت عشان كده ربنا كافئك في الاخر؟ ما هو ميزه القلعه الحمراء ممثله في مجلس ادارته وفي جماهيره وفي ادارته وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين، ان انت مركز في شغلك مالكش دعوه بغيرك. غيرك بيحاول زي ما تفضلت كده بيحاول يعمل الفتنه عن طريق بعض وسائل الاعلام الميديا. كانت فتنه علنيه يا كابتن عادل، عادي يعني خلاص بقت علنيه، وتجاوزات تجاوزات علنيه، سباب علني، كل ما هو غير مهذب بيتقال
على إدارتك وعلى لاعبتك وعلى كل حاجة. كلنا. الحاجة التانية كمان تيجي تبص على جدول المباريات، يروح ضغطك لعب لك 8 ماتشات في شهر، الفريق المنافس بيغير زي ما هو عايز ويقول لك ألعب وما لعبش ويمضي على ورق، والورق ده يروح للاتحاد ومفيش حاجة تتعمل. تبقى أنت مسافر رايح علشان تلعب في السويس يقول لك، وأنت اللعيبة رايحة بالأوتوبيس يقول لك غير روح برج العرب، يعني بتلعبش في ملعبك. الحاجة اللي الناس للأسف مش فهماها ومش عارفاها ومحدش بيتكلم فيها، النادي الأهلي عبارة عن جماهير. أنت بقالك 5-6 سنين بتلعب من غير جمهور، ده أنت جمهورك ده اللاعب رقم واحد طبعا، أنت فقده. أنت لما بتيجي تنزل الاستاد وانت بتلعب في انبي، بتلعب في اي حته، وتلاقي 80-90 ألف في المدرج، رجليك بيحصل لها طبعًا ايه؟ طبعا رجليك بتخبط في بعض. انت فاقد دي بقالك قد ايه، ومع ذلك الدوري على طول في هذا المكان. تتابع المباريات بقصد او بدون قصد، قصور شويه من بعض التحكيم الله اعلم، طبعا ما اتكلمش عنه، لكن كان في برضو بعض التجاوزات عليك، والمنافس بيبقى فيه نوع من ايه الحنيه شويه حتى على مستوى افريقيا، ويمكن هنتكلم على مستوى افريقيا حتى على مستوى افريقيا في الماتش الثاني بتاع سان داونز، الراجل جاي بيكتفك في الماتش اللي في الاستاد بيكتفك، ده شلك اساسا خالص. والكلام ده يعني علنيه، على يعني اللي هو انا بطلع، انا قلت قبل كده كابتن عادل الحكم كان ناقص بس يطلع لنا لسان هو بيحكي، ويتضح بعد كده انه بان كل حاجه في لجنه الحكام في مصر، أعضاء في الاتحاد الأفريقي للحكام، وأكيد بيبقى ليهم دخل في تعيين الحكام دول، لأن مش ممكن أبدا يجي جاي حكم في 80 ألف وبان كمان بعيد عننا كابتن عادل ويبقى مكتفك بالطريقة دي. أه؟ فالعقبات دي مع الضغوط اللي عليك، مع التريمين عايز فار يقول لك ما فيش، وبعدين يقول لك فيه، وبعدين ما ينفس، الله أنت بتنفس ليه؟ وبعدين أنت حاطط ليه مراخيرك انك انت تدير الدوري، مش وظيفتك. هاني ابو ريده الراجل يعني الراجل الكبير قوي ده اللي في الاتحاد الافريقي في الاتحاد الدولي، ما يبقاش عندك الفار، ما يبقاش عندك عداله في التحكيم، ما يبقاش عندك اداره المسابقه، انت ليه بتديرها يا كابتن هاني؟ اداره المسابقه دي مفروض رابطه للانديه هي اللي بتدير المسابقه دي، ما يبقاش اعضاء مجلس الاداره بيشتغلوا في الاعلام 24 ساعه وأعضاء في الاتحاد. حضرتك لو سبت حضرتك تتكلم هتقعد تعدد مسائل اتعرض لها النادي الاهلي كتير جدا. النادي الاهلي بيطلب الفار يا كابتن، عايز الفار لنفسه ولا لكل انديه مصر؟ لما يقول البطوله تنتهي قبل الدوري، قبل البطوله الافريقيه، عايزها لنفسه ولا عايزها للناس كلها؟ الفار طبعا لكل المصلحه العامه، ودايما بقول الاهلي لما بيتكلم بلسان المصلحه العامه، لان الاهلي تعدى حدوده كنادي بقى بيتكلم للمصلحه العامه كمان. الكابتن حسن حمدي لما كان ماسك الاهرام وكان في طبعا البث الفضائي والحاجات ديت، شوف كان الانديه بتاخد ايه نسب، وهو على الرغم ان هو كان رئيس النادي الاهلي ومع ذلك النسب كانت باحترام وبتقدير، بتروح بالنسب المحترمه بالظبط، بتروح في ميعادها. شوف الناس بتعاني ازاي دلوقتي. ومع ذلك يا كابتن ماهر النادي الاهلي في الاخر، عشان كده انا قلت دوري انتصارا للمبادئ والادب والاخلاق بالظبط، ليس الا بالظبط قبل الكوره، وده واضح السنه دي يا ميدو بشكل كبير جدا، ان احنا شفنا كل الوان الطيف في هذا الموسم. في الوان جديده اول مره تشوفها صراحه، يعني من الوان جديده طلعت علينا، اذا كان افريقيا او اذا كان تحكيم، او يعني كان في واضح قوي ان يعني في ناس مركزه على اخفاق النادي الاهلي، لكن ده سمه البطل الكبير صاحب الالقاب دي كلها، صعب انه يقع، صعب اللي تهز يقل في المستوى شويه لكن يرجع له بشكل كبير جدا، وده اللي احنا شفناه يمكن في الحاله الفنيه والذهنيه في الدور الثاني بالذات. يعني النادي الاهلي ركز بتركيز واضح قوي، تركيز احترافي، وده اللي ساعده على نجاحه ووصوله للهدف اللي هو كان بيسعى عليه. يعني بعض النقط يمكن ساعدت النادي الاهلي كابتن ميدو وكابتن عادل، ثبات التشكيل، لما وصلنا لمرحله ثبات التشكيل بدا يبقى عندنا تشكيل ثابت واضح في خطته، اذا كانت هجوميه او دفاعيه، وبدا تاثير هذا التشكيل على مكسبنا للمباريات اللي احنا بدانا نفوز فيها في الدور الثاني.
اللعيبه اصحاب الخبره بقى اللي موجودين اللي احنا ذكرنا اسمائهم ساعدوا كمان الجهاز الفني بشكل كبير جدا ان هم يقدروا يحققوا انتصارات بشكل كبير. حتى اللعيبه الدم الجديد اللي احنا في المرحله الانتقاليه الشتويه ساعدونا كمان في تحقيق الهدف اللي احنا كنا بنسعى اليه، مع مجلس اداره طبعا اللي هو مساند الفريق. كابتن محمود الخطيب كان موجود في كل تمرينه وكل مباراه، ودي كانت اكبر مسانده بالنسبه له لفرقه كره القدم ان هو حاضر معاهم التدريبات، بيديهم روح الثقه. حتى المباريات موجود في المدرج هو مجلس ادارته بيدوا ثقه للاعبين. زي ما كابتن عادل قال، جمهور النادي الاهلي اللي احنا وحشنا ما شفناهوش بقالنا فتره، لكن القله اللي كانت موجوده كنا بنحس بيها طبعا وهتافاتها ومساندتها للجمهور بشكل كبير. كل الامور ديت وحتى الاجهاد والاصابات اللي ضربت الفريق قدرنا نتغلب عليها مع الجهاز الطبي لحد ما وصلنا للمشهد الجميل، السيناريو الواضح في مباراه المقاولين العرب، ان احنا بنفوز على المقاولين العرب في مباراه يعني فنيه بدنيه تكتيكيه على اعلى مستوى بثلاث اهداف، ونقض على كل الشكوك كابتن عادل اللي كانت بتقول إيه لازم رقابه للمباراه، رقابه مش عارف الكلام ده مش موجود للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره هو عارف طريقه فين وهو عارف بيعمل ايه، وزي ما قلنا المؤسسه الكبيره دي بتعلم الناس الانضباط، بتعلم الناس الجوانب الفنيه، بتعلم الناس ازاي تبقى بطل، بتعلم الناس روح المكسب، واخد بالك؟ فدي كلها حاجات يعني انا بحيي فيها كل المنظومه الرياضيه اللي موجوده عليها النادي الاهلي، لان الدور الثاني كان دور واضح قوي ان احنا رايحين للهدف وهو بطوله الدوري العام. اكيد اكيد. لو رجعنا مع حضراتكم البطوله الافريقيه، خلاص انتهت وخلاص وخرجنا واللي حصل حصل ان شاء الله باذن الله مش هتخرج من ايدينا السنه الجايه باذن الله باذن الله. لكن لو تفتكروا كنت انا دايما بكلمكم بقول لكم يا جماعه والله العظيم احنا ما بنخرج كوره، لو تراجعوا الماتشات واتفرجوا عليها بقى بهدوء بقى، انا اياميها كان في الجماهير كانت زعلانه والاداء وحش، وحتى بالرغم من الاداء وحش لكن كنا بنتظلم ظلم مبين من الحكام، مبين زي ما قال الكابتن عادل والكابتن ماهر، كان الحكم وانا قلت قبل كده الحكم بس ناقص يطلع لسانه وهو بيحكم لنا، لان انا جاي عليكم في كل حاجه. لكن قلت لكم الاهلي بيتظلم ظلم مبين في افريقيا، واتظلم ظلم مبين في افريقيا، وكان في نسبه 70% من خروجنا او اكتر من 70% كمان خرجنا بيه من افريقيا. عشان كده انا كنت ضد وما زلت ضد، وهفضل طول ما انا عايش ضد اي حد يقول على لعيبه النادي الاهلي مهما خسروا انهم كانوا صغار او كانوا لا يستحقوا ارتداء تيشيرت النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي زي ما بتزعلنا شويه لكن بتفرحنا قوي، زي ما بيزعلونا بيبقى في اسباب كتير قوي عشان نخسر لكن بيفرحونا، وبرده في اسباب كتير قوي عشان برده يخسرونا، لكن اللعيبه دي هي اللي بتكسبنا بفضل ربنا. لعيبه تحملوا اللي ما لا يتحمله بشر السنه دي والله العظيم، واكيد الكباتن عارفين، وفي كلام طبعا احنا مش قادرين نتكلم فيه ولا هنتكلم فيه، خلاص اللي حصل حصل. لكن كل الشكر والتقدير لكل اللعيبه للجهاز الفني والاداري كابتن سيد عبد الحفيظ. هقعد اشكر 41 يوم معانا في او، تعالوا نطلع نشوف في او ونرجع نكمل مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم دوري مميز جدا يا كابتن عادل، وقلت قبل ما حضراتكم تشرفوني قلت ان العقول العاديه، وحضرتك كلمت من قبل ما كنت تسمع انا اتكلمت في ايه، حضرتك كلمت وقلت ان العقول العاديه ممكن يقولوا الاهلي بعيد، الاهلي مش هياخد دوري، لكن انا قلت الاهلي ضد المنطق عموما، ضد الكسر زي ما انت قلت حضرتك، الاهلي ضد المستحيل. فاحنا كاهلاويه مؤمنين الاهلي ممكن يعمل اي حاجه مش عاديه مش طبيعيه. الاهلي كان بعيد قوي، الناس قالوا الاهلي بعيد خلاص، الزمالك هو بطل الدوري، الناس رهنت وحلفت، يعني كويس ان ما حلفوش اي مناط غريزه كان زمان البيوت نخر. ده في ناس رهنت وقالت احنا مش هنفهم في الكوره لو الاهلي خد الدوري. بس يا كابتن في والله حاجات جايه لي على تليفوني يا كابتن. عارف يا كابتن عادل ده اللي بتكلم فيه. انا الاهلي لو خد الدوري انا مش هشتغل في الكوره وانا ما عنديش فكره عن الكوره. ده في ناس حلفت، الراجل المذيع قال له طب بتاع ده هيتسجل. لا ده في ناس حلفت طلقات بقى ما اعرفش يعملوا ايه في ده. كابتن اصل في حاجه، هو زي ما انا يعني انا قلت على النادي الاهلي انه يعني انت ماشي بتتقن عملك ما تفكرش في غيرك، وغيرك عمال ما بيفكرش غير فيك ان هو ازاي يحبطك. اه بالظبط. زي واحد متفوق جدا وواحد يعني اقل منك، مش اقل منك يعني اقل منك فنيا او اداريا او، فهو عايز يشدك يجيبك لتحت بدل ما هو يعني يرتقي ويطلع لمستواك، ان هو يفكر بقى في نفسه ويشتغل لنفسه
وما يلوش دعوه بيك ويشتغل ويكسب وياخد الدوري. لا، هو كل تفكيره ان انت يسخر منك، يدخلك في مشاكل، يدخلك في مشاكل، يقول لك انت في المنطقه الدافيه، انت هتصارع على الهبوط، انت الكلام ده. هل الكلام ده بتاع سلوك بطل؟ طب كان وارد جدا ان اداره النادي الاهلي وجهازه الفني يرد. كان الرد الوحيد من الكابتن سيد ساعات لما كان بيطلع كان بيقول العبره بالنهايه، صح كابتن ماهر، صح العبره بالنهايه. فاحنا انا شوف مين اللي هيضحك في الاخر. بالظبط. لذلك هو بعد نهايه المباراه اللي فاتت قال ده ألذ موسم، ألذ موسم. عشان ايه؟ لان المطبات كانت كتيره قوي فعلا. واللي مش يعني برضه كابتن سيد كان حاطط في ذهنه بعض التجارب اللي كابتن ماهر اشاد اليها، ان التجربه اللي حصلت دي مع الفوارق في النقاط دي كلها حصلت كذا مره في النادي. بالظبط كده. فالولاد عايشينها وشايفينها وعارفين انها تحصل برضه. صح. لان برضه المنافس ما بيستوعبش الدرس، ما بيستوعبش برضه، بيفضل وراك وعمال يسخر منك. يعني بتسخر مني ليه؟ ده احنا زملاء، ده احنا قطبين. فاحنا لا يمكن نسخر من النادي المنافس نادي الزمالك على عيننا وعلى راسنا، والانديه المشرفه وهم الاثنين بيمثلوا الكره المصريه. بس انت خليك يعني انت شايف النادي الاهلي 41 بطوله وانت 12. طب يعني انا اركز في شغلي علشان اوصل لل 42. خلينا عادل، يعني كلام حضرتك محترم جدا كالعاده مع كابتن ماهر همام، طبعا يعني رموز كبيره جدا. يعني خلينا نتكلم زي ما حضرتك بتقول، احنا كل الاحترام والتقدير للزمالك، احنا عمرنا ما ردينا على الزمالك. استحاله احنا بنرد بس على اشخاص، هي وحتى ما بنردش على اشخاص، لكن نادي الزمالك بجماهيره ليه كل الاحترام والتقدير. لكن حسام عاشور خلي بالكوا بقى عنده 12 دوري، كان هنقول بقى 3 اقطاب كده لو هنمشيها اقطاب. يعني حسام عاشور عنده 12 دوري. انا عايز لا رد عليا الاول في الجزئيه دي. ما هو حسام عاشور بقى عنده 12 دوري يا جماعه، 12 دوري والنادي المنافس 12 بطوله. ده قطب يعني، الراجل ده بيمثل قطب. ايوه، ما دلوقتي هنتكلم في اقطاب كره القدم، يبقى عندنا 3 اقطاب دلوقتي. أيوة. لكن خلينا نتكلم ان الاهلي بعيد قوي عن القطبين. دي ما فيش شك. انت شفت امبارح حسام عاشور وهو بيسخن ورا الجول، وده كباتن النادي الاهلي، حاجه ما فيش كده. شوف اللي بيضحك هو بيمثل، بتبقى باينه، بتبقى ضحكه صفرة. شوف الراجل ده بيحضن الشحات ازاي من قلبه ازاي وضحكته ازاي، وهو لما جاب الجول، لما جاب الجول الاولاني ولما جاب الجول الثاني، حاجه. هو ده النادي الاهلي، هو ده كابتن النادي الاهلي. بالظبط زي قبليه برضه حسام غالي، وقبليه كل الكباتن الكبار. يعني حسام غالي ومتعب، الموقف يا كابتن عادل بتاع السوبر لما حسام خد الكاس وجاب متعب، ومتعب يقول له لا انت الاول، قال له لا انت كابتن، انت كابتن لازم تشيل انت الاول، شيل احنا الاثنين مع بعض. فدي ميزه النادي الاهلي يا كابتن، انكار ذات واحترام، ويمكن الانكار الذات ده كابتن عادل بيساعدنا بشكل كبير جدا أكيد. في تحقيق الاهداف اللي احنا بنسعى عليها. طبعا نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت، وميدو ده قطب من اقطاب الكره المصريه، ومعهم حسام عاشور صاحب بطولات، ومعهم حسام عاشور ومعهم طبعا وصاحب بطولات من ضاعش دول. ما حسام ده حاجه جميله يعني بصراحه بجد. والله يعني بتكلم بجد، ما شاء الله يعني، ما شاء الله يعني نمسك يعني الخشب، ربنا يحميك. يعني كابتن من الكباتن اللي كتبوا في تاريخ النادي الاهلي 12 دوري، صاحب بطولات عظيمه، اعتقد اللعيب الوحيد في العالم يا كابتن. اللعيب الوحيد في العالم كابتن اللي عنده نسبه دوري زي الاقرب من منافسي النادي. يعني اعتقد ان كده، لان النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي موسع الفجوه بينه وبين اقرب منافسيه ل 29 سنه. على انت الاستفهام يا كابتن بقى، كابتن ماهر ما بروحش منتخب؟ تخيل ده النوعيه دي بروحش على مدى كام سنه بروحش منتخب. وخد بالك كابتن، اساسي نمره واحد في النادي الاهلي. احنا اتاثرنا، منتخب مصر اتاثر عشان عدم وجود عدد من لعيبه النادي الاهلي. خد بالك لو رجعنا منتخب مصر قعدنا نتكلم فيه بقى اتاثرنا بايه؟ لا في حاجات كتير يعني. انا عايز اقول لك، لا بطولات منتخب مصر ميدو كان معظمها من ولاد النادي الاهلي. لو نرجع كده للكابتن حسن شحاته، 3 بطولات كان 8-9 لعيبه من قوام المنتخب المصري من لعيبه النادي الاهلي. فانت حتى كمان البطولات اللعيبه بصراحه اللي كلها اللي رجاله. يعني حتى حسن عبد الرب وافتكر يعني طبعا زيدان طبعا عمرو زكي بنقللش منه، بس كانت لعيبه. لكن طبعا عبد الجزار كابتن ماهر، كابتن ماهر بيقول 80% 85% كان اهلي.
يعني انا لازم انت لازم طبعا لازم الطف الجو وان شاء الله باذن الله منتخب مصر يا كابتن الفتره اللي جايه باذن الله هيرجع تاني لبطولاته اكيد بوجود لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني طالما اتكلمنا عن حسام غالي لازم اتكلم بقى انا يعني عن رضا شحاته. كان اول مأموريه مسكها واول حاجه رسميه مسكها كان مدير فني امام نادي الزمالك، برده كانت مباراه كبيره وقدم فيها مستوى رائع كمدرب بصراحه. يعني نزل تغييرات احرزت اهداف بصرف النظر والله ان هو كان بيلعب الزمالك ولا لا، لكن لازم طبعا نحييه كابن من ابناء النادي الاهلي. مشروع مدرب كبير قوي ان شاء الله يبقى يكمل في نفس الطريق بتاعه. يعني عمل مباراه كبيره قدام نادي الزمالك. واضح جدا اللعيبه فت، واضح جدا ان هم في اعداد نفسي على اعلى مستوى، وده طبعا اكيد حسام غالي مع طبعا مع رضا. رضا برضه شخصيه حسام غالي اصل طبعا. حسام بيعمل زي الفرن، الفرن اللي هو اللي على طول شايط على طول هادية. فعلى طول اللعيبه سخنه يعني اللي بيلمس بيتلسع يعني. فالاداء الفني مع الالتزام في الملعب مع الروح القتاليه في ماتش انت مش طالب منه غير اظهار اداء، الى جانب ان الولاد المعارين بتوع النادي الاهلي اثبات وجود، الى جانب المعامله الطيبه اللي بيلاقوها من حسام غالي ومن رضا شحاته والاداره المحترمه بالزبط. بالزبط. الاخ اللي بيتولى رئاسه النادي اللي بيتولى اداره الكوره اسمه وكيل لعيبه، وكيل لعيبه في كتير شوقي محمد نادر شوقي. نادر شوقي طبعا 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 اسف انا والله نادر شوقي طبعا فل... احنا نسينا يعني نادر معلش طبعا ده حاجه جميله جدا حاجه مشرفه جدا بصراحه. الولاد المعارين اللي جانب الولاد الموجودين برضه ناجي جده الولاد النادي الاهلي واو الاخره، فالولاد دول حابين ان هم كل ماتشاتهم كده يا كابتن عادل عشان بس في ناس يقول لك ده لعبوا قدام الزمالك. لا لا كل ماتش كل ماتشات كسبانين بيراميدز بالظبط، وكانوا الاهلي كسب في دقيقه كام في هناك بالظبط كل ماتشاتهم كده حتى قدام نادي الاهلي. قدام النادي الاهلي احنا كسبنا في اخر 10 دقائق بالظبط بتاع ناصر ماهر ماتش صعب. فالولاد دول حابين ان يبقوا موجودين في الجونه نتيجه المعامله الطيبه من نادر شوقي ومن المسؤولين عن الشركه وحسام ورضا، وبالتالي الولاد قدوا مباراه فعلا بشرف زي ما المقاولين العرب قدوا بشرف. وهنيجي للكلام عن المقاولين اكيد. يعني بمناسبه اللعيبه ولان في ناس كتير قوي اتكلموا عن لعيبه الجونه وازاي بيلعبوا كده قدام الاهلي، فسالوا رضا شحاته بالمناسبه يعني فسالوا رضا شحاته هي ليه اللعيبه بتلعب كده وليه بيلعبوا بغل كده؟ قال لهم طب انتوا بتلوموني اللعيبه بتلعب بغل، طب ما لعيبه الفريق الثانيه يلعبوا بغل. مش يعني غل بتلوموني انا ليه؟ لما انت لا غل كروي قصدي احنا احنا في الكوره بلغه الكوره بتاعتنا كابتن الماتش يعني بيلعبوا بروح بقلب ده طبيعي جدا. كابتن الماتش كان ماشي سجال وماشي كويس قوي والزمالك فرصه والماتش عادي جدا. النرفزه حصلت بعد لما هدف التعادل بتاع ثم النرفزه الثانيه حصلت بعد جول التعادل للزمالك. هما الدقيقتين دول دقيقه لما ياسر جاب الجول التعادل بالظبط بالظبط والزياده الثانيه يعني الدقيقه الثانيه في نهايه المباراه. يعني حضرتك عايز كنت اتفضل كده هما انا عايز اقول يعني تحيه للرضا وحسام غالي ونادر وطبعا هما مرحله انتقاليه لعيبه النادي الاهلي السته الجزار واكرم توفيق واحمد حمدي واحمد ياسر ريان وجده اضافوا اضافه كبيره جدا كابتن عادل لشكل واداء نادي الجونه، لان هم دول ولاد النادي الاهلي متربيين في النادي الاهلي فهم عندهم حس البطوله وحس المكسب وحس التحدي اكيد. نادي الزمالك كابتن عادل مع الاسف الاعداد الذهني للمباراه دي ما اشتغلش عليها الجهاز الفني، ما اشتغلش عليها بصفه احترافيه. هو عارف انه رايح يلعب جهاز معظمه من النادي الاهلي لعيبه من النادي الاهلي، فعشان كده يمكن كان مش هم اتفاجئوا، كان المفروض لازم يحط في الاعتبار ان المباراه هتبقى في منتهى الصعوبه بالنسبه لهم، لكن الزمالك ادى فيها كمان ادى فيها بشكل جيد، لكن يمكن هي دي المباراه اللي اثرت على نادي الزمالك بالنسبه لخسارته لبطوله الدوري العام. لكن اللعيبه دي يا كابتن عادل عايزه تثبت وجودها لان هي عايزين يرجعوا النادي الاهلي تاني، يعني دول ولاد النادي الاهلي ولاعيبه مبشرين والاعاره دي افادتهم بشكل كبير. مع احترامي الشديد لحضرتك لعيبه النادي الاهلي اللي بيخرج من النادي الاهلي بيلعب كده بالظبط، هو بيموت نفسه صح وعايز يرجع تاني كمان بيلعب بغل بيلعب بروح بيلعب دي شخصيته حتى قدام الاهلي اللي اتربى عليها قدام الاهلي لعب يعني احنا مباراتنا مع الجونه النادي الاهلي كانوا فعلا بنفس المستوى بالظبط بالظبط. عماد النحاس في المقاولين برده ما يعني كان ممكن 1-0 جابوا فيه الجون
يعني 1-0 جاب الجون اللي هو كان هاند بول، وكان ممكن ماتش بيبقى صعب جدا لو ان الاهلي حسمه برضه. ما فيش الكلام ده لعيبه النادي الاهلي، مدربين النادي الاهلي ما عندهمش حته ان انا افكر اساسا انا حتى العب اسيب سنه او مش عارف العب قدام مين جامد والعب قدام مين، ما فيش الكلام ده متهيألي. حته اللي بنقول عليها في النادي الاهلي حته الشرف والامانه. جميل قوي، صح، الشرف والامانه. انا العب كوره وافوت يبقى انا ممكن العب قمار، وممكن يعني اعمل اي حاجه، وممكن ابقى اربي ولادي غلط واكل الحرام. اللي بيفرط في حاجه قد كده يفرط في حاجه كبيره. بالظبط. فانت ابن النادي الاهلي عماد او رضا او حسام لما يلعب النادي الاهلي هيلعب بامانه وشرف، وده اللي اتعلمه في بيته وفي النادي الاهلي. بالظبط. وبالتالي لما هيجي يلعب هيبقى عنده دي. ما ينفعش ابدا ان انا افرط، وحتى قيمة البطولة وطعمها الحلو في بقك ان 17 نادي بيلعبوك بمنتهى القوة ومنتهى الحوافز علشان ينالوا منك، فانت البطولة يبقى لها طعمها حلو قوي لما انت تاخدها في ظل الجو ده. طبعا. لو انت بقى الاندية كلها بقى ايه بتسيب لك واول اخره، هل البطولة دي يبقى لها طعم؟ هل الجمهور هيفرح بيها؟ لا طبعا. استحالة. استحالة. وهيبان من معدنك انت من الماتش بتاع امبارح. والله انا عمري ما شفت فريق المقاولين بهذه الشراسه، بالتركيز ده، بهذه الشراسه. ده في كان في ضرب بالكعان، ومع ذلك انا مبسوط. علشان ما حدش يتقال ان عماد مفوت او لعيبه المقاولين مفوتين. حتى زي ما حضرتك تفضلت الجول الاولاني ضرب الجزاء واضحه، ومع ذلك الحكم بيعمل بايديه كده. انا رغم ان الكابتن سمير عثمان كان طالع امبارح مع الكابتن اسلام بيقول لا ده الحكم كان هيصفر، لا الحكم كانش هيصفر. هي الكره لما اتشاطت، لو مخرجنا العظيم يقدر يجيبها لنا، اللي هي اللقطه اللي هي من ورا الفاول يا كابتن، الفاول وهو بيتشاط. اللقطه اللي هي من ورا باينه بيعمل ايديه كده. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه لولا ان ربنا كرمنا علي معلول، ان علي معلول واقف صح. وعلي معلول بقى بيتعامل في الحته دي، او الراجل ده عقليته زي الفيرود، زي ما انت حضرتك فيرود كده والاوفر بيتلعب، انت بتبقى واخد مكان تتوقع فيه. دي موهبه ربانيه. بالظبط. مش مدرب. دي حقيقه، مش كده كابتن؟ دي حقيقة طبعا. دي موهبة. تبص تلاقي كرة جاية لك، جاية لك ازاي؟ التواجد في مكان حسام حسن، خبطت في واحدة وراح جاية لك حسام حسن، تحس انه قاعد مستني الكرة تجيله جول. دي موهبة. بالزبط. وربنا بالزبط. كمان بيوفقك بالزبط. فيها. فهو برضه في الحتة دي ده راجل بيلعب فيروت، يعني في الحتة دي بتتلاقي بتشاط والراجل يحطها بالمهارة ديت. وعلي معلول برضه من ضمن الحاجات، عمل السنة دي 4-5 أهداف مؤثرين، كل هدف منهم بثلاث نقاط. ثلاث نقاط. دي حقيقة. واحنا التركيز يا ميدو كمان يا كابتن عادل كان واضح قوي، يعني اعدادنا للمباراه مستر لاسارتي والجهاز الفني اللي متابعوا المقاولين في المباراه، 5 مباريات شافها، ويمكن اخر مباراه بتاعت اللي احنا خسرناها مع احمد علي، الهدف احمد علي، واضح ان لاسارتي اشتغل برضك باحترافيه على المباراه دي، وبان التحضير ده في خلال 90 دقيقه يا كابتن عادل. يعني واضح ان النادي الاهلي كان مركز جدا، الناس مطمنه، عندنا ثقه ان احنا هنكسب المقاولين العرب. المقاولين طبعا من الفرق اللي اخر 7 ماتشات مع عماد النحاس عامله شغل بصراحه على اعلى مستوى. عماد عامل فرقه 3 خطوط قريبين من بعض اللعيبه المميزه اللي ظهرت مع عماد بشكل كبير، الجراه الهجوميه اللي موجوده عندهم، الكونتر اتاك اللي بيعملوه، السرعات لويس واحمد علي كان ومحمد طلعت ومجلي من تحتيهم وسوستا، يعني لعيبه المقاولين العرب بصراحه اول مره اشوفهم في المباراه دي في تحدي واصرار بشكل كبير جدا زي ما الكابتن عادل قال، عشان يخرج الشكل العام للمباراه ان فعلا الناس مركزه والنادي الاهلي بيكسب بجداره ويكسب باستحقاق. 3 اهداف طبعا، واخرهم يمكن الشحات اللي ظهر طبعا بحاله حسين الشحات، ما الكابتن عادل بيقول لعيب على اعلى مستوى ولعيب فعلا صفقه كبيره جدا للنادي الاهلي، مكسب كبير مع خبره معلول اللي احنا شفناه بيتابع بشكل جيد. ده يمكن الهدف الاولاني. وصالح كمان حاطط سرو باص يا كابتن، يعني انا عايز الجول ده لو زمير المخرج، احنا عايزين نقعد نتفرج على الجون دي كتير قوي. الجول الثاني استاذنه عامل سرو باص مش هايل. معلم هايل استاذنه وهو بيلعب اللعيب. نشوف الجول الثاني ده الجول الثالث حضرتك اتكلمت عليه. هنتكلم الجول الثاني والله نتكلم على الجول الثالث ولا الجول الثالث؟ نتكلم على انهي جول؟ الجول الثاني. عايز حضرتك تتكلم على ايه؟ عايز اتكلم الجول الثاني وبعدين الثالث. الجول الثاني بعد اذنك يا برجاوي. اهو الجول الثاني اهو. الجول الثاني طبعا رمضان من نص الملعب
راح واخد الراجل البرازيلي عايشنا في الجولة برجوله لو سمحت اهو واحده واحده كده لا من الاول من الاول من الاول لو سمحت لو استقرار اهو رمضان طبعا رمضان خد الراجل اللي كان واخد انذار اندرسون ده تمام ترقيصه كده جميله وراح واخده وراح داخل على العمق صالح المعلم صالح المعلم الكبير صراحة. صالح لعبها له لو تلاحظ صالح لعبها على الرجل اليمين للشامي ممكن جرجاوي توريها لنا هو المدافع المدافع الباك باك المولين بيحطها حسن بيحطها على الرجل اليمين للشامي باك الشامي اشول خلاص كده ما يقدرش يلمها وبالتالي طبعا يعني بيقول له انت مش هتقدر تعمل حاجه مش هتقدر تعمل حاجه ده جول يتدرس يعني انت بحطها له على الرجل اليمين بتاعه الشامي الشامي اشول وبالتالي هتبقى صعبه سلوبس كمان في فكرته يا كابتن عادل صعبه لا بس سلوبس اقول لك ميدو المساحه دي المساحه ضيقه قوي يا كابتن يعني الاتقان بتاع التمرير لصالح صراحه في يا كابتن الراجل ده الراجل ده من احسن الباصات فوتبولر المعلم صالح احسن الناس اللي بتعمل تمريرات في مصر ده تخيل ده مش منتخب مصر لا ان شاء الله قادم يا كابتن ان شاء الله تخيل باذن الله باذن الله يعني صالح يعني زي ما بيدو قدك قال لك كابتن عادل المسافه قليله قوي صغيره يعني بصراحه صغيره جدا لكن التمريره بالاتقان ده كابتن ماهر انت يعني هقول لك ايه القوه بتاعتها التمريره قوتها لا هي لا هي ضعيفه نص ولا هي قويه نص قوه رايحه له بيقول له يعني اللي جاب الجول مش حسين الشحات وخد بالك كابتن عادل اللي جاب الجول الشامي صالح. كمان الشامي صالح. الشامي واقف صح واقف صح واقف صح يعني قافل صح بس هو حطه على ايده على رجل يمين برافو عليك يا كابتن عادل لا والله وكمان يا كابتن عادل وحطه له في حته اساسا انا عمري ما اتوقع ان انت تحطها كده بالزبط. يعني ده انا قافل عليك المساحه وطبعا حسين بجرأة طبعا حطها بشكل كبير حطها حلو قوي وبصوت خارج حسين برضو يا كابتن بص بص حسام عاشور الفرحه يا كابتن عادل هي دي اللي انا هذا الكلام هو ده بالظبط هو ده اللي انا بتكلم عنه شوف الفرحه الراجل احتياط كابتن النادي الاهلي شوف الفرحه طبعا. على وشه ازاي بص يا حسين انا لو انت فرحان بالجول بتاعك ده انا متهيألي انا فرحان اكتر منك والله العظيم الجول ده يدرس كمان كابتن فرحان اكتر صراحة. منك بان ربنا كرمك في اخر حاجه في الدوري انك تجيب هدف زي ده تكسب بيه النادي الاهلي الدوري العام وهدف رائع من احسن الاهداف الجرأه كابتن عادل اللي عنده الجرأه اللي عنده الشجاعه في الجول الثاني والمهاره ويعني والثقه يا كابتن الثقه ان هو يرقص في الحته دي يا كابتن حته صعبه قوي اهو ده الجول التاني حته صعبه جدا ده التاني التاني ليه بص يا كابتن يعني حاجه وبعدين بطن رجله حطها في الحته البعيده ده من رجله يا كابتن أيوة. شوف يا كابتن عايز اتكلم عايز اتكلم في نقطتين مش ممكن اتفضل عايز اتكلم في نقطتين النقطه الاولانيه اداره النادي مع كابتن سيد عبد الحفيظ بتوفر معسكر في اسبانيا في الصحراء جميل انا كنت اسالك على المعسكر في الصحراء في حته حرقت السؤال لا معلش في حته ما فيهاش حاجه غير ان الاولاد قاعدين تآلف مع بعض غير طبيعي جميل صبح وظهر وبالليل كل وقت ده مطلوب قوي يا كابتن الحاجه الثانيه حسين الشحات اللي كان بيشكك فيه حسين الشحات الراجل ده لعب في الدوري المصري في المقص ثلاث سنوات كان نجم النجوم الدوري العام وجاب اهداف في كل الانديه والانديه المنافسه ثم راح العين لعب في بطوله الانديه الابطال كاس العالم الانديه كاس العالم الانديه وشفناه بيلعب قدام ريال مدريد وقدام الفريق الارجنتيني والاخر وشفناه يعني واحد مقدم زي ما انا بقول دايما اوراق اعتماده يعني انا لاعب ممتاز لما نادي يجيبه النادي اللي يجيبه يبقى مش موفق لانه جاي من قمه جاي لاعب ريال مدريد وانت جايبه من الامارات على الدوري المصري لابد لازم يبقى فيه هناك صبر على اللاعب لان انا ده مش لاعب نص نص ده لاعب كامل الجول الثالث بقى ما يعملوش الا ميسي يعني انا طبعا ما بقارنوش بميسي ولا حاجه لكن الراجل ده قلبه ميت وبعدين بيروح يمين وشمال لحد ما الراجل يفتح رجليه وبعدين يروح واخدها من بين رجليه وبعدين واخد القرار انه بعد ما ياخدها من بين رجليه هيروح عاملها واو في الزاويه البعيده بالظبط دي كلها ايه عباره عن قرارات بالظبط جميل يعني هو استلم الكوره خدها من بين رجليه ثم عاملها في البعيده دي كلها قرارات اللاعب واخدها اصلا
والكره جايه له. كابتن عادل تعب عالمي. كابتن عادل تعب لما اتكلم بقى في فنيات الكوره. طبعا طبعا راجل مدرب عنده خبره. راجل مدرب وعنده خبره واخد قرار وعنده عارف انا هعمل 1 2 3 ما في فرق يا كابتن في ثانيه بين حضرتك وكابتن ميرو بين واحد عادي. الواحد العادي ده بيبقى واخد قرار ان هو هيرقص الكره جات له الدنيا زحمه مش زحمه هيرقص وخلاص. ده بيبقى لاعب عادي لاعب مش منتج. لكن ده هيرقص وهعمل وهعمل انا هعمل واحد القرار 1 2 3 منها هدف بالظبط. في لعيب تاني خلاص بيجي له واخد القرار ان هو هيرقص وخلاص ده بيبقى نهايته بتبقى يعني يبقى لعيب عادي بالزبط. دي اللعيبه الاضافه يا ميدو يعني لمجلس اداره النادي الاهلي بحس كابتن محمود الخطيب قدرنا نضيفها الفتره المرحله الشتويه هي دي الاضافات اللي بتعمل لنا الفارق بهذا الشكل بصراحه. ربنا كرمنا برده حسين الشحات بهدف بالروعه دي عشان برده يخرس كل الناس يعني هنقفل رمضان رمضان صبحي ده امبارح عمل جيم كان خد ضرب امبارح اتضرب كتير قوي يا كابتن محمود الولد الشقي ده اتضرب كتير قوي اتأذى كتير قوي ومع ذلك يعني شوف المحطه ازاي ده مش منتخب مصر ازاي ازاي السلية يا كابتن كمان السلية من وراهم الثبات اللي هو موجود عليه بصراحه عايزين نحرقه لا خلاص براحتك بقى السلية كمان يا ميدو بصراحه نضج بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت وهو كان قبل كده في منتخب مصر يعني العوده ان شاء الله الفتره الجايه ياسر فتحي برضك من اللعيبه المؤثرين بشكل جيد عنده كابتن الحاجات البينيه اللي بيعملها تغيير الملعب من ناحيه دي ومن ناحيه دي زي اللعيبه الكبار يعني حمدي فتحي حمدي فتحي لعيب كبير طبعا لعيب كبير بصراحه كابتن وبعدين التصويبات بيجي التصويبات بشكل كبير كمان عنده الجرأه الهجوميه اللي بيروح بيلعب الحاجات اللي بدماغه اذا كانت السبت او جاب لك كام هدف يا كابتن السنه دي بصراحه يعني. احكي لك على حمدي فتحي ده يا كابتن موقف كده كنت انا في امبي حضرتك عارف ان امبي يعني بيتي برضو فكنت في امبي فكنت بتفرج على ماتش الامبي كان الكابتن خالد متولي لسه متولي المسؤوليه الفنيه لنادي الامبي فكان حمدي انا كنت اول مره اشوفه بقى في الملعب وانا عارف انه لعيب كويس لكن لما شفته في الملعب قلت للكابتن خالد قلت له حمدي ايه انا كنت عارف بقى الاهلي هيجيبه خلاص فقلت له ايه يا كابتن حمدي ماله قال لي لا 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 أو كابتن خالد بيتكلم كده المستوى ده قال لي حمدي ده هتشوفه عندك في الاهلي عامل ازاي قال لي حمدي ده لعيب كبير وكابتن خالد بيتكلم كده لعيب كبير جدا هتشوفه ففعلا حمدي لا مشروع لعيب كبير قوي زي ما حضراتكم بتتكلموا عليه وربنا بس يحفظهم بس من الاصابات لسه مع محمد محمود نوعيته محمد محمود حاجه جميله ربنا نوعيته بالسلامه هادي قوي وراجل قوي وراجل قوي وبعدين دخل بسرعه قوي بالظبط دخل في قلوب الاهلاويه من اول دقيقه بالظبط ده كابتن لسه حاجه اسمها القبول ربنا بيطرح في وشك القبول انت مجرد ما نزلت الملعب الجمهور حبك من غير ما تعمل حاجه وشخصيته كابتن عادل هي اللي فرضه حاجه جميله فرضه وبعدين بيلعب السهل يا كابتن زي ما حضرتك فكرت كده السهل وتغيير الملعب جميل. وبعدين القلب زي الحديد في الكور الثابته اللي صارت بيطلعه بيعمل بدماغه جاب لنا 3-4 اهداف بدماغه من كور ثابته حاجه وشوف بيبقى قافل قدام السرد باكين ازاي الكره الميس باص بتاعه او نادرا لما تطلع من رجليه كره مقطوعه وعلى طول بيقطع في ثواني الكره حاجه اضافه ما فيش شك انها اضافه عاليه جدا وبعدين يا كابتن ميدو وكابتن عادل عايزين نحيي برضك مجلس اداره على معسكر اسبانيا وتصميمهم ان يطلع في الفتره دي التوقف بتاع كاس الامم الافريقيه افادنا بشكل كبير جدا يا كابتن المعسكر ده قرب لاسارتي وجهاز الفني من اللاعبين بشكل كبير شاف اللعيبه وعرف شخصيتهم وعرف ادائهم و فالنهارده اول تجربه ليه بعد عودته كان مباراه التجريبيه اللي عملها 3 مباريات المتدرجه زي ما انت قلت يا كابتن عادل بدك ان بدايه فتره اعداد ميدو عشان تحميه من الاصابات ان شاء الله باذن الله الفتره دي هتحمي لعيبتنا من الاصابات اللي احنا شفناها العام الماضي النقطه الثالثه قرب اللعيبه من بعض في معسكر مقفول بيقرب اللعيبه بشكل كبير حرتهم من الضغوط شويه طلعتهم حتى تحس ان هو بالظبط خلاص ثقه شوف انت لاسارتي ما خدش وقت عشان يشوف اللعيبه لدرجه ان هو من فتره قريبه كابتن ماهر قال ان هو في لعيبه كده مش عايزها وبتاع لما راح المعسكر قال لا اللعيبه دي ما تمشيش اتغير ليه لان هو كان كل 3 ايام بيلعب بالظبط بعد ما رجع من اسبانيا قال لك لا اللعيبه دي ما تمشيش تمشي ازاي؟ ليه شافهم بقى والتدريب وشاف ادائهم الفني وطبعا دي حاجات كلها بتفرق لانه
اللعيب لما بيلاقي جو مناسب ويلاقي كلام طيب من المدير الفني أكيد. احنا حسين الشحات شفناه في الماتش ده نتيجة تصريح من لاسارتي قال ان حسين الشحات هتشوفوه بشكل تاني. أكيد. ليه؟ لانه ابتدى يقتنع بيه، يمكن في البداية ما كانش يعني بس. ما كانش لسه شافه كويس يعني. طبعا دي بتبقى مهمه جدا يعني. اكيد اكيد. طب تعالوا نطمن على معسكر فريقنا في برج العرب، معايا زميل العزيز فاروق صلاح. مساء الفل يا رؤى. مساء الفل يا كابتن ميدو، وتحياتي لحضرتك ولنجوم النادي الاهلي ونجوم النادي الليله كابتن الكبير كابتن عبد الرحيم والكابتن ماهر همام. مبروك تتويج البطوله رقم 41 وبدايه طريق بدايه للوصول للنسبه 5 كابتن ميدو. باذن الله باذن الله فاروق، مبروك عليكم ومبروك على كل الجماهير الاهلاويه. طمنا بقى على المعسكر وقول لنا كل الكبيره والصغيره عشان اطمن كل الجماهير الاهلاويه. كابتن ميدو، حضرتك واحد من اللاعبين اللي ارتدى قميص النادي الاهلي وعارف قيمه الفتره وقيمه الوقت اللي احنا موجودين فيه. طبعا بتطلع من البطوله، بتدخل في البطوله، الفرحه والفرحه الترويج بالبطوله بالامس انتهت طبعا بعد الانتهاء والفوز على نادي المقاولون العرب والترويج بالبطوله. خدنا الفرحه وخدنا الوقت، لكن بدا مرحله التركيز والاستعداد من اليوم لمباراه الزمالك. كابتن سيد عبد الحفيظ قال طوينا صفحه التتويج وبطوله الدوري ونركز في مباراه الزمالك لانها بطوله خاصه وبطوله جماهيريه والجماهير بتستناها. مستر مارتن لاسارتي ايضا بالاستعداد النهارده. طبعا المجموعه كابتن ميدو اللي لعبت بالامس كان عباره عن استشفاء وتمارين خفيفه في الجيم. المجموعه اللي ما شاركتش بالامس في اللقاء كان عن التدريب النهارده انطلق في تمام الساعه 6:30 والنصف. الابرز الامور اللي نقدر نقول عليها في التمرين النهارده للمجموعه اللي ما شاركتش في اللقاء، الحاله المعنويه العاليه عند جميع اللاعبين، الحاله البدنيه العاليه، وده امر مهم جدا يا كابتن ميدو. انا عايز برضه من خلال حضرتك نبرز الناحيه البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، خاصه في فتره ما بين نهايه موسم وتبدا موسم جديد. الحاله البدنيه اللي عليها اللاعبين، حاله الجاهزيه اللي عليها جميع اللاعبين، الحاله الفنيه. التمرين انتهى بتقسيمه ما بين الفريقين، تالق بشده في التقسيمه النهارده احمد فتحي وحسام عاشور وجونيور عجايه واحمد الشيخ. يعني كل الامور كل الكواليس داخل المعسكر بتنبئ باستعداد جاد، استعداد لمباراه الزمالك. لعيبه جميعا من الجهاز الفني، الجميع باجمع على من اجل اكمال فرحه الدوري لابد من انتصار نادي الزمالك. اكيد. في هذه الاثناء كابتن ميدو برضه عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه، في هذه الاثناء والكواليس اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي، الجهاز الفني باللاعبين في حفل على المضمار البلدي يقام الان للفريق النادي الاهلي احتفالا بالتتويج احد المطاعم الشهيره قريبه من مقر اقامه الباب، استقبال يليق بالنادي الاهلي، حاله من البهجه عند الجميع، تكريم النادي الاهلي والفرح اللي احنا شايفينها من الجميع هنا في ميدو. يعني زي ما قلت لحضرتك امر يليق بالنادي الاهلي. اكيد اكيد. انا شايف كابتن محمد يوسف وطارق سليمان بيستعد بقوه، هيلعبوا ولا ايه؟ هيبقى لازارتي عامل لنا مفاجاه ولا ايه؟ كابتن محمد يوسف حضرتك شايف الصوره موجوده مع كابتن. انا شايفهم في الجيم عجل ومشيات واماميات وخلفيات. انا ايه؟ قول لي طمنا برضه عشان اطمن الناس. انت كابتن ميدو حضرتك عارف طبعا الحاله المعنويه والحاله النفسيه والحاله الجهازيه. كابتن محمد يوسف ايضا النهارده كان في بعض وجانب من المداعبات ما بينه وما بين مستر مارتن لاسارتي والكابتن سامي قمصان. كابتن سيد عبد الحفيظ فكر فيها ان شاء الله ان احنا الكابتن محمد يوسف ممكن نستعين فيه خلال الفتره القادمه باذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح، شكرا جدا مراسلنا في برج العرب، طمنا على الفريق وإن شاء الله يعني نطمنكم على الفريق أول بأول. خليهم شغالين، خلي التقرير شغال يا برجاوي. يعني إحنا شفنا، أصل أنا شفت إن كابتن طارق سليمان وكابتن أحمد يوسف هم أكتر اتنين متحمسين قوي للعب. بيسخنوا، أنا خايف هتلاقي يوسف باك شمال وطارق سليمان واقف في الجول. أنا عارف ممكن طارق يلعب، وكابتن يوسف طبعا شايفه فورمة ما شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراه الهامه جدا يوم الاحد باذن الله. زي ما فاروق صلاح قال، زميل عزيز قال ان الاهلي معزوم على العشاء، فرحه الناس اللي بيعزموا النادي الاهلي يا كابتن عادل، فرحتهم بالنادي الاهلي وهو داخل عليهم كده. طبعا النادي الاهلي مشرف في كل حته، وجماهير النادي الاهلي في كل محافظات مصر، وتشعر بالكلام ده لما النادي الاهلي يكون بيلعب في اي مكان. انا توليت تدريب عدد كبير من الفرق في الدوري الممتاز،
وكنت لما باجي العب النادي الاهلي الاقي الجمهور بيشجع في النادي الاهلي. يعني انا كنت ماسك جمهوريه شبين في الدوري الممتاز، بدي المحاضره في المدرج في تحت المدرج، فلقيت المدرج بيهتز، فبسأل اللي هو شيحة بقول له ايه، قال لي ده اوتوبيس الاهلي جه. يا جماعه مش كده. الاهلي طبعا اتفضل. هو طبعا هو ده النادي الاهلي، وطبعا في كل محافظات مصر هتلاقي في اسكندريه نفس القصه، في كل محافظات مصر. وطبعا النادي الاهلي بتاريخه العظيم كلنا نفخر بيه، ونفخر بإداراته الحالية وكل الناس العاملين فيه، من رئيس مجلس الإدارة كابتن الخطيب لحد أصغر أي عامل موجود في النادي. زي ما كلنا بنقول دايما النادي الأهلي عيلة. احنا كنا في رمضان واحنا ولاد صغيرين، نيجي في رمضان كل واحد فينا الكابتن مصطفى حسين يقول لك ايه، انت هتجيب 2 كيلو لحمة وصينية مكرونة، كابتن ماهر انت هتجيب فرختين وانت هتجيب كذا، نعمل ايه بقى؟ طول السنة العمال بيخدمونا، فاحنا نيجي في رمضان العمال كلها تقعد واحنا نجيب الاكل من بيوتنا ونقف نخدم عليهم. معنى كده ايه؟ معنى ان كلنا واحد. الله، ده النادي الاهلي بقى. جميل. دي العيلة بقى. جميل قوي. احنا عمرنا والله الفترة القليلة للأسف اللي انا قعدتها في النادي الاهلي هي فترة قليلة بس فترة كبيرة قوي في حياتي، اتعلمت فيها حاجات كتير قوي يعني، وحبيت المكان حب شديد. عمري ما حسيت ان في فرق بين حد، مش عايز اسمي يعني، عمري ما حسيت ان في فرق بين حد على صح. كل المستويات كله بيتعامل ان احنا في مؤسستنا زي ما الكابتن عادل بيقول، حتى الاعضاء يعني مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، جمهور، اعضاء النادي، اعضاء النادي بيلتف حوالين اللاعبين بيطمنوا عليهم بالظبط، بحس ان روح واحده. النقطه كمان المهمه ميدو، النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك خلاص الفرحه انتهت بتاعت مكسبنا للبطوله، هو ده النادي الاهلي. نخش في الملف الثاني اللي هو مباراه القمه اللي بيننا وبين نادي الزمالك ونبدا التركيز. يعني هو النادي الاهلي طول عمره بطل، طول عمره خلاص هو ده طريقه، فانت النهارده خلاص ملف البطوله اتقفل، بطوله الدوري العام، بتفكر في البطوله يعني البطوله الخاصه اللي بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، لان خلاص الناس نسيت الدوري، كله دلوقتي بيفكر اذا كان زملكاوي اهلاوي عايز المباراه ديت، وكل واحد حسب تشجيعه لفريقه وعايز الفرقه بتاعته تكسب. لكن عايز اقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ عنده من الخبرات ومن الوعي وقفل على اللعيبه وجوده في المعسكر هناك، ان هو ما رجعش القاهره عشان يساعد على استشفاء للعيبه بسرعه، وزي ما احنا شايفين حتى معظم اللاعبين دخلوا الجيم عشان يرجعوا لحالتهم الطبيعيه مره ثانيه، ومن خلال التدريبات باذن الله مستر لاسارتي يقدر يختار الجهاز، يقدر يختار الفريق تمام اللي هيمثلنا ان شاء الله في مباراه القمه اللي بيننا وبين الزمالك ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. دايما مكتوب علينا كده كابتن عادل ان احنا يعني دايما هنكسب، عايزين نكسب على طول. حتى انت واخد دوري عام ودوري استثنائي زي ما حضرتك كلمته الكابتن مالك، كلم دوري ملابساته ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي خالص، مش عارف ولا في تاريخ اي نادي ولا في تاريخ اي كون اساسا. ومع ذلك عندك مباراه عايز تكسبها برضو، الفريق الزمالك كل طبعا اماله ان هو يكسب النادي الاهلي في حد ذاته، دي بطوله، انت دوافعك ايه؟ نلعبهم على حاجه؟ لا شوف، انا ليا راي. اتفضل. النادي الاهلي متصدر على مستوى الدوري والكاس بنسب ما فيش حد هيوصل لها الا بعد 100 سنه. على مستوى افريقيا انت متصدر 9 بطولات، على مستوى العالم القارات انت بتنافس الاهلي برشلونه وريال مدريد، كنت بتنافسهم من سنتين ثلاثه، ولولا البطولتين او ثلاثه اللي راحوا في السنوات ثلاث اربع سنين متفوقين عليهم، كنا بنبقى متفوقين عليهم. مباراه الاهلي والزمالك احنا خدنا الدوري الاستثنائي ده، احنا خدناه. الماتش اللي جاي لعيبه النادي الاهلي هتنزل علشان تلعب كوره وتمتع جمهور النادي الاهلي بالكوره، خدت دوري خلاص. نادي الزمالك مفروض يعوض جمهوره بانه يلعب كره حلوه فيها ثقه، ويحاول يثبت من خلال الكوره مش من خلال العصبيه. انا قلقان من الماتش ده يا كابتن عادل، انا قلقان من سيبك من الكوره،
كنت قلقت ان الدوري لا 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 لا, 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 لا مش كوره ولا دوري ولا حاجه. الان ان يبقى في مثلا لعيبه الانديه الاهلي بتقدر تحتوي لو في مشاكل نقدر نحتوي الدنيا بحيث ان احنا نطلع الدوري. انت ممكن تلعب يا كابتن وانت متنرفز؟ ممكن تطلع اقصى ما عندك وانت عصبي وانت متنرفز؟ استحاله استحاله طبعا. اذا شفت لعيبه النادي الاهلي في حد امبارح اتنرفز خالص؟ طيب لعيبه النادي الزمالك في ماتش الجونه العصبيه دي ليه؟ كانت عصبيه زياده عن اللزوم على الرغم ان كلهم نجوم ومعهم اجهزه فنيه عاليه جدا ومعهم اداره ومعهم جماهير على اعلى مستوى. طب العصبيه دي بتخليكش تادي الاداء الفني المطلوب. ماتش الاهلي والزمالك العالم العربي ومصر كلها بتتفرج عليه اكيد. هناك احساس جوايا ان الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله تعالى. ليه؟ لان هو الاهدى. اللعيبه عامله معسكر كويس. نجوم النادي الاهلي يا كابتن ماهر كابتن ميدو اللي كانوا قاعدين في المدرج استغرب اللي كانوا قاعدين في المدرج وقاعدين على الدكه هم نجوم الماتش اللي فات بتاع امبارح ده فرقه تاني بالظبط. شوف الروح الروح اللي موجوده والناس بتعمل احماء. مين اللي بيعمل احماء ده؟ فتحي كابتن منتخب وعاشور ومروان وجونيور اجاي صالح جمعه ايه في ايه دول ايه دول فرقه ايه يا كابتن فرقه تاني. انا مش قلقان إيه من الكوره خالص. فرقه تاني. الروح دي الروح دي طبعا ال 11 ال 13 اللي كانوا في الملعب طبعا حاجه جميله حاجه جميله. بس النجوم بقى دول اللي كانوا قاعدين في المدرج واللي كانوا قاعدين في الدكه. انا بشكرك شكرا جزيلا نجم الاهلي ونجم مصر كلها. ربنا يخليك يا كابتن. شاكرين والف الف مبروك. الف الف مبروك. مبروك عليك كابتن ماهر. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي. مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين وان شاء الله كمان نبارك لهم الماتش الجاي باذن الله. يا رب يا رب يا رب. مباراه القمه مش قلقان منها خالص فنيا لكن لعيبه النادي الاهلي لازم يحطوا في دماغهم لو في اي حاجه يحتووها في الملعب بحيث ان احنا نطلع المباراه على احسن ما يكون. زي ما قالوا الكباتن الكبار مباراه بيشوفها العالم العربي كله وواجهه لمصر كلها ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. الف 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 مليون مبروك لاعظم جماهير في الكون واحسن نادي واعظم نادي في الكون كله. وان شاء الله ابارك لكم على الدوري ال 42 ونبارك لحسام عاشور على الدوري ال 13 ويبقى فيه بقى ايه ولا خلاص. نطلع لفاصل. قبل الفاصل هنشوف تقرير عن رد فعل الجمهور ورد فعلهم للعيبه كمان واكيد بيباركوا لهم على الدوري العام. وبعد كده هنكون مع الزميل محمد سعيد. دايما بتشرف بيكم ومع الف سلامه. اعظم جمهور في الكون واعظم نادي في الكون. الف مبروك. متوقع ان الاهلي يفوز بالبطوله وغير كده احنا دايما واخدين على ان احنا في اي وقت بنحسم اي بطوله بس وغير كده الاهلي كبير طول عمره. طبعا النادي الاهلي معودنا عليه دايما ان هو بيحقق البطولات والانجازات تحت اي ظروف وتحت اي ضغوطات بتواجه النادي الاهلي دايما معودنا على كده. فدايما ده يعني احنا طبعا واثقين في النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي بيكون تحت ثقه جمهوره ودايما بيفرح جمهوره دايما في اي مكان وفي اي وقت ايا كانت الظروف. كنت متوقع طبعا الاهلي يفوز. على فكرة بقى مفاجأة ان انا زملكاوي وعضو في النادي الاهلي قديم ولكن من خبراتي اللي قبل كده مع فرقة الزمالك ان الاهلي دايما ادارته كمنظومة بصراحة بتخلي اي لاعب يدخل المنظومة دي يعرف يعني ايه روح الفانيلا الحمراء. فعلى قدها بيدي والنادي الاهلي كبير وصاحب بطولات وهو ده اللي بيخلي اي واحد فيه بيعمل مجهود كبير او حتى لو وقع شويه بيرجع تاني. ده يعتبر اصعب موسم بصراحه. في البدايات احنا كنا متوقعين ان يعني احنا ما فقدناش ابدا الامل في ربنا ثم في النادي الاهلي بس كان صراحه كنا مستبعدين خالص السنه دي ان ممكن الدوري يبقى في الجزيره. بس يعني اصعب موسم واحسن موسم ده موسم الكلام الكتير قوي. احنا لينا في النهايه الحمد لله مين اللي احتفل بالبطوله مش بالكلام وانا احنا الاهلي في المنطقه الدافئه لا الحمد لله زي ما الكابتن حسام عاشور قال كده احنا الحمد لله احنا مش بالكلام احنا بالاهداف وبالبطولات. والف الف مبروك للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي الحمد لله على الدوري. اكيد كنت واثق ان هم يفوزوا لان اصلا اللعيبه عندهم ثقه في نفسهم وغير كده الجهاز الفني كان احنا كنا عندنا ثقه فيهم. واثق طبعا
لان زي برضو المره اللي فاتت السنه اللي فاتت الاسماعيلي قعدوا الاسماعيلي بس كنت واثق برضو ان الاهلي هياخد الدوري واخد الدوري السنه اللي فاتت واخد الدوري السنه دي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وكنت واثقه في بطولته لان طبعا هو نادي عظيم ونادي كبير جدا في مصر. طبعا كده كده الاهلي بياخد الدوري الزمالك يعني ولا هياخده اكيد الاهلي طبعا ولا هياخده وطبعا كنا واثقين من لعبتنا عشان لعبتنا رجاله بسم الله ما شاء الله يعني عليهم. كنت واثق ليه؟ عشان مبادئ وقيم النادي الاهلي، البطوله دي اغلى بطوله وانتصار للقيم والمبادئ، لانه اللي شفناه على مدار السنه اللي فاتت من شتايم وحاجات طبعا ما يصحش انه هي تطلع على الميديا، طبعا دي يبقى اغلى بطوله للنادي في تاريخ النادي الاهلي.